أكد الدكتور علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه سيجرى تكثيف طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات استعدادا لشهر رمضان المقبل، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية. وأضاف الدكتور علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن لجنة المشتريات المركزية بالشركة تعاقدت على أجود المنتجات وبأسعار مناسبة تطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين وجه بشأن استمرار طرح السلع وإطلاق قوافل في العديد من المناطق. كما عقد الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تطوير منظومة التجارة الداخلية واستعراض خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال توفير المنتجات والسلع الغذائية. وأكد مصلحي أنه سيتم توزيع 1,000,000 شنطة رمضان مجانا على الفقراء بالمحافظات. النهاردة من وجهة نظري يوم تاريخي هام، وحضراتكم عارفين أنا لا أبالغ في تعبير ما يحدث اليوم. حاضر تن هاد تن أجمل ناس تن بعد على هوا. إيه المشكلة؟ مين عايز ميكروفونه كمان نجيبه نقرب مصر كمان؟ تمام، ركزوا بس معايا. وزارة التجارة التموين والتجارة الداخلية بالإضافة للتموين، وهسمح لحضراتكم بعد انتهاء المؤتمر بأي أسئلة فيها، لها مسؤولية أخرى في تنمية التجارة الداخلية. وحضراتكم عارفين التجارة الداخلية تمثل تقريبا حوالي 17% من إجمالي الناتج القومي، وبالتالي تمثل جزء رئيسي في الناتج القومي الإجمالي في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أنها تمثل قطاع كبير جدا من العاملين سواء في التجارة أو الأعمال المترتبة عليها سواء نقل أو غيره أو غيره، وبالتالي تمثل قطاع كبير جدا. نحن كمصريين قبل ما نكون مسؤولين، من أحد الأهداف الرئيسية وهي استقرار الأسواق. وحضراتكم عارفيني كويس، من يوم ما جيت قلت عملية الضبط الأسواق ليست هدف في حد ذاته، ولكن لابد من أخذ الأسباب والوسائل اللازمة لهذا الانضباط. من أخطر الأمور اللي تمثل إعاقة في التجارة الداخلية هو عدم أن التجارة الداخلية الجزء المنظم فيها جزء قليل، تبع الأبحاث بأكتر تفاؤلا 10-15% منظم والباقي غير منظم. غير منظم مش معناه غير مرخص أو غير أو عشوائي أو بير السلم، لا، غير منظم معناه أن خطوط أو دورة الإمداد والتموين سواء من المنتج للموزع للموزع الصغير مش منضبط، وخاصة في موضوع الأسواق ومناطق التخزين.